رغم كل الانتقادات التي قد تطالهم بسبب أقدميتهم الغابرة وفشل تسييرهم، يصر السياسيون المغاربة على الاحتفاظ بكراسيهم كلما استطاعوا لذلك سبيلا، ويرفضون إفساح المجال أو إعطاء فرصة للآخرين في تدبير الشأن العام، خلافا لمعظم السياسيين في العالم الذين عادة ما يغادرون مناصبهم السياسية بشكل تلقائي بعد فشلهم أو إمضاء فترة من الزمن. في هذا التقرير نقدم أول شخصية عمرت طويلا كزعامات خالدة في العمل السياسي، محمد العنصر أو شيخ السياسيين كما يسميه البعض. هل ستترشحون لمنصب الأمانة العامة؟ هل ستقبلون بتعديل القانون الأساسي من أجل الترشح لمنصب الأمانة العامة؟ لن أترشح جازما. ولو تم تعديل اقتراح اللجنة بتعديل القانون الداخلي. دخل محمد العنصر ميدان السياسة قبل سنة 1986، ومنذ ذلك الوقت لم يتزحزح عن كرسي الأمانة العامة للحركة الشعبية إلى اليوم، ونجح قبل أيام رغم كل الانتقادات في الحصول على كرسي رئاسة الحزب، وهو في عمر 76 سنة ليكمل مسيرته منذ 36 عاما في قيادة الحركة الشعبية. بالعدد الذي أعطاه المؤتمرات والمؤتمرين له، والحمد لله الآن نحن أمام العمل المستقبلي وكيف نطور آليات عملنا، كيف هذا الجهد الديمقراطي الذي عشناه خلال هذه اليومين كيف يمكن أن ينزل كذلك إلى الأجهزة الأخرى سواء كانت محلية أو كانت وطنية. ليس هذا فحسب، بل جمع بين العديد من المسؤوليات. ففي سنة 1981 عين وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ثم وزيرا للفلاحة سنة 2002، وبعد ذلك سيتحول إلى وزير للدولة سنة 2009 ليصعد بعدها إلى أم الوزارات ويصبح وزيرا للداخلية سنة 2012. ويترأس حاليا محمد العنصر في 2018 جهة فاس بولمان ويقود حزب الحركة الشعبية. الشباب تأخرنا عليه بزاف، ما دعمناه شيء أكثر لأننا تنبقاو حابسين ديال الانتخابات ديال الناس اللي عندهم الاصوات واللي خصهم ينجحوا وكذا في الوقت اللي كان يمكن في ذاك الوقت في هذه سنوات يمكننا نضحيوا ونقولوا شي باس ما كان، واخا نخسروا المقعد ولكن نطلعوا ندفعوا نخب جديده. ولكن هذا الشيء هذا في 30 عام راه ماشي سهل. لقد عايش محمد العنصر 12 حكومه مغربيه وسبع برلمانات على مدار 4 عقود من الزمن، وبالمقارنة مع زعماء آخرين في العالم فإنه عندما عين وزيرا للبريد سنة 1981 كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طفلا بعمر 5 سنوات فقط، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان في عمر 10 سنوات، بينما لم يكن رئيس وزراء كندا جاستن تورودور يتجاوز آنذاك 11 سنة. ومنذ جاء العنصر إلى منصب الأمانة العامة للحركة الشعبية لم يتغير قط خطها السياسي أو برنامجها الانتخابي، إذ ظلت حزبا تقليديا قريبا من دار المخزن أو السلطة، يستند في حملاته الانتخابية على الأعيان ويجمع شعبيته من القرويين، يتحالف تارة مع حزب يساري وتارة أخرى يجتمع مع حزب يميني من أجل إيجاد موضع قدم له في التركيبة الحكومية.